السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسامة السلطان. سلطان جهني. بنكمل Assassin's Creed Unity. آخر مكان وصلنا له كان قبل هنا، لعبت شوي لوحدي فأخنتكم شوي. بس الزبدة اللي صار إن أنت الشخصية اللي اسمك أرنو جالك أساسن، فتكلمت معه وتقابلت معه في مكان عشان يهيئوك إنك تصير أساسن. فدخلت كان في زي اللجنة كذا قاعدين فوق، واحدة منهم كانت تتكلم عربي واللغة كانت كويسة، ما جابوا النظام زي كاب ديوتي عرفت لي بعد المخزن. حتى وأنا طالع من سيب بيتنا صار نفس الشيء. ايه عادي، ايش هذا الدائري اللي قاعد عندي، تعرف مخرج ابو بكر بدل يجيك في عثمان. فضا تحول ابوه من جثه لورق. ها لا يقفل عين، اوه احتراما للميت. اوه 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 لا تعرف اساسن كريدي اللي يمسكه الكرفتة السوداء الخضراء والبنفسجي. والله جد The Joker My father حطينا كثار الناس كلهم يشوفون بعض كلهم نفس الشيء كوبي بيست. هلا والله طول لما وسط المدينة رسم نداء لمنادينا ومدامينا لنادينا ويختفي حينا تلك إشارة باتمان. باتمان تكفى شكلهم حاطين انفيزبل وول. شو نظام الاجرام ذا اللي ينقز كذا دب وينقز كذا؟ ايه يا جماعه انت جيت؟ انا جيت هو احمد المفروض يجي. ايه حصل ايه قبل شوي؟ بالله ما يلبس يعني تصرخون قبل شوي السالفه؟ الحين تسوي كذا على اساس انك اساسن يعني. لا الحين ماني بساسن. انت وش بالضبط؟ هاستج بالله ما شفت الجوكر؟ شوف الناس من خوف من خوفهم من أسامة عطوا ظهر. اكتب عن طريق الشجر بسم الله كبير يا أسامة. والله ماشيين ذولي مو بدارين شيء. مخرج كذا ما ضي يشغلوني عادي أصلا عادي. أنا أتساءل ليش؟ والله حسيت يطار في وجهك. لا هذا القطار بيكسر كل ذا ويكمل توي انت محدد ايش ايش القطار ذا. اي الله الله لسه مكمل القطار عن جد. معليش القطار هذا دخل من اي دخل غلط ولا وش السالفه بالضبط؟ وسبحان الله وقف لما خلاص انت وصلت الى بر الامان وقف. وش جابني امريكا؟ لا لحظة مو كان أصلا إنها دوامة غير مستقبل المنطقة. مو كان الستاتشو بلوبرتي كان أصلا في فرنسا وبعدين نقلوه لأمريكا كهدية. ما أدري ذاك اللي هو أصلا هو صح هو أصلا تمثال حرية هدية من فرنسا لأمريكا. طيب هو السؤال كيف نقلوه له هناك؟ طيب لو كان في فرنسا كيف نقلوه؟ طيب جابوا سكينة وشقوا من الحجر. لا سيريس ما تتوقع إنه كان أسهل لو بنوه في أمريكا مرة واحدة؟ سحبوه من فرنسا بالبحار لين وصلوا أمريكا خلوه بعدين كنقم هو ثبت في الأرض. جابوا الزاق كيف؟ توي يخلص. يا اخي ما احس هذه حركات اساسن كريد. شيء يطير عليك. واللي قبلها كانت الارض تتكسر و وين اساسن كريد اللي نعرفها؟ وش عصار وطيران و